بنيجي نعمل كدولة بيبقى فيه تصور شامل للمسار اللي احنا شغالين عليه. محطة التحلية اللي موجودة دي هي ضمن خطة الدولة لبناء محطات تحلية على المدن المطلة على البحر المتوسط والأحمر. الموضوعات دي تحقق كتير من المطالب اللي الدولة بتحتاجها، منها على سبيل المثال حماية الشواطئ. ده خطة الدولة، خطة خبراء وعلماء من خيرة العلماء سواء في الجامعة أو في الوزارات المعنية هي اللي حطت الصور ده، ومش بس في الأهلية والمنصورة، لا في كل الدولة لازم نعمل كده، ولو ما عملناش كده يبقى احنا قصرنا في حق الحاضر والمستقبل. والجهد اللي احنا بنعمله جهد مخلص وأمين ومبدع.